صاحب المشاريع وهاد الناس الدرك. الحاجة فاطمة من دوار الزعارة، هاد الشيء هذا راه قتلنا، هاد المشروع اللي تحط حدانا راه ما بقينا لا كنعسوا لا ليل لا نهار، كيطلق علينا هاد الشيء بالليل 12 الليل. مشروع ديال الدجاج ما خلينا شكايات، ما خلينا درنا وقفات، ما خلينا. هاد السيد هذا قتلنا قهرنا، هادي شهر راه حنا مشينا ايرجون في لومبيلونس، التنفس مقطوع، الناس جاو عندنا من برا تا هما مشاو معانا، النص ديال الدوار كلشي مخنوق، ما عرفناش هاد السيد اش من باب غنطرقوا عليه، ما عرفناش. البلاصه اللي وصلنا ليها كيهضروا معاه صافي كيقول لي ما انا غنحيد هاد الشيء، كيقول لك حنا غنديروا الدوش، حنا كنهزوا بالكماشي ديال الدبان وكنهزوا بالكيلوات، فين باقيين غنزيدوا مع هاد السيد؟ واش حنا غنسدوا الديور ديالنا ونمشيو بحالنا؟ ما عرفناش، ما عندناش املاك اخرين فين نمشيو، هذا هو الملك ديالنا هنا فين كنعيشوا، هنا فين ساكنين، الجذور ديالنا جدودنا وسلافنا والتصيلة ديالتنا كلها هنايا، فين غنمشيو حنا؟ واش هو يدير المشروع يربح الفلوس وحنا نخويو البلاد؟ واش السنين حنا سيرين تناكلوا في المضاع، دابا راه الصدور ديالنا ما بقيناش كنقدروا نتنفسوا، ما كنتنفسوش، اللي هو اللي عاطي سيدي ربي ما تنتنفسوش. الجوج الليل وحدة الليل طلق داك الشيء اللي ناعسين وضب من غرق النعاس يغوت. ودابا نيتا ما الناس راه ما مخنوقين كلشي خرج، قال لك حنا غنطلعوا للطريق ونبركوا، ما بقيناش غنبركوا في ديارنا. معاك زينب من دوار الحدادة جامعة السيد مكي. خويا حنا خنقتنا هذه الريحة بزاف وعينا، ما بقاش عندنا الجهد لهذه الريحة. دابا بغينا من المسؤولين يديروا معنا حل. الواحد جي الوليدات المدرسة كيتخنقوا، الدبان هلكنا، عينا بالمبيدات نديروا فيهم هذا اللي تقهرنا. كنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا حل. باش بغاونا نخويو بلادنا ما عندناش فين نمشيو. حنا ها على قد الوقت. ماشي عندنا شي املاك فين غنمشيو ولا فين غنهربوا على هاد الريحة، ما كاينش. ما عندناش البديل نهائيا. ضايعين في كل شيء. وحنا دابا كنطلبوا من المسؤولين كيفاش عطاو لهاد ما عطاو لهاد الناس الرخصة باش داروا هاد الشيء، خاصهم بعدا يسولوا الساكنة واش قابلة هاد الشيء ولا ما قابلاش. ماشي على اللي جا نعطيوها الرخصة على هاد الريحة هادي. نطلبوا سيدنا يوقف معانا جميع الناس لكل شيء يوقف معانا ويشوف من حالنا. من هاد السيد هذا راه بزاف، راه خوانا، راه حنا مهلوكين، راه خويا يلا جوج خوتي ماتوا واحد مورا الاخر بهاد الريحة هادي، راه حنا مهلوكين، راه ديورنا راه تدخل لهم راه ما تقدرش، راه بالدبان، راه حنا سيدي شفنا كيفاش مع هاد السيد هذا اللي هو بجنبنا، حنايا راه حنا بجنبه، حنا ما بيننا وبينه متر وما كاينش، حنا راه هلكنا هاد السيد هذا. إذا كان هو عنده اللي واقف معاه حنا كنطالبوا سيدنا يوقف معانا. شاف الدبان وفي الخناز وفي ولا تا في الميكروب، عندنا تا حتى الدواجين ديالنا اللي كنبغيو نربيهم حنا بلديين ولاو كلاب ديالنا كيتسيبوا. تخيل دابا الكوارا فيهم 30,000 دجاجة حمراء كتموت 1,500 في النهار، ما عندهاش شي فران ولا شي برودوي دايرين ولا باش تقتل الجيفة وتحيد الخنز، يعني كيلوحها في الزبالة. حتى من الكلاب اللي عندنا في القبيله كيمشيو ويدخلوا عندهم للشبكه وكيجيبوا الدجاجه الصفراء الميته اللي فيها الميكروب وفيها المرض، يعني مرضات الدجاج دواجين ديالنا ومرضات الغنم ولا الماء مقدور، كلاب كيرضعوا يلعقوا من الماء ولاو مخلطين معنا في الدار وابار الدبان والخنز. ومن النهار اللي كيجي الجيفه وكيجي ذاك خنز حتى الميم سيمو والله تتموت تتجيف نيوفك يحرقوك ونغانغك يحرقوك. وهاد الناس واش بغاو كلمة الحق؟ مرحبا نقولوا شي كلمة موسخة ما بغيناش نقولوها، ولكن خصنا شي حاجة اللي يديروها معانا الناس.